السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال 41 بيقول لي: سلك يحمل تيار في اتجاه واي الموجب ويتغير وفق المعادلة، ومديني معادلة بتقول لي ان الاي بتساوي 2 امبير زائد 0.3 امبير على ثانية في تي، يعني التيار بيتغير بتغير الزمن تي. توجد حلقة كما في الشكل، هذه هي الحلقة اللي قدامك، ديت الحلقة. تبعد مسافة 1 متر، مسافة 1 متر عن السلك، يعني لو قلت لك النقطة ديت هتقول لي دي 1، لو قلت لك النقطة دي هتقول لي دي 8 متر. 1 متر ودي 8 متر، عشان مسافة أو عرض هذه الحلقة 7 متر. أوكي، كم يبلغ فرق الجهد المستحث؟ عايزين دلتا في انديوز عند تي بتساوي 10 ثانية. خلي بالك أنا هنا عندي مشكلتين أو كم مشكلة مركبة، بس عايزين نحلهم واحدة واحدة كده. اول حاجه، مجال بي لسلك يمر فيه تيار كان بيجي من انهي علاقه؟ كنا بنقول ان بي بتساوي ميو نود في اي على 2 باي ار او 2 باي دي، حيث ار هو بعد النقطه عن السلك. بمعنى ايه؟ بمعنى لو قلت لك ان المجال المغناطيسي في الحته دي كلها في اي نقطه هنا كده، هنشيل ار ونعوض ب1 متر. طب المجال هنا هنشيل ار ونعوض ب8 متر. طب المجال هنا مثلا هنشيل ار ونعوض، يعني المجال بيختلف من حته لحته بالظبط كده، يعني المجال في المكان هذا قيمته غير المجال في المكان هذا غير المجال في المكان هذا. يعني معنى كده يا دكتور، لو حبيت اجيب التدفق داخل هذه الحلقه، لو انا عايز الفاي داخل هذه الحلقة، مش هينفع استخدم القانون بتاع ان بي اي كوساين ثيتا، مش هينفع استخدمه بطريقة مباشرة. ليه؟ عشان انت عندك عشان انت عندك البي هذا متغير، يبقى المجال ده متغير، مش عشان التيار متغير، ده كمان عشان المسافة متغيرة، يعني المجال داخل المساحات المختلفة بيختلف. أوضح لك الفكرة تاني، يعني أنا لو خدت حتة زي دي كده، مساحة زي دي، هذه المساحة المجال فيها هيكون غير هذه المساحة، المجال فيها هيكون غير هذه المساحة، يعني دوت مجال غير منتظم. طيب نعمل ايه بقى؟ أنا ممكن أعمل حاجة لذيذة قوي، إن أنا أخد مساحة عشوائية، اخد اي جزء من الحلقة هذه بشكل عشوائي، وليكن هذا المكان، هذا المكان. لو انا خدت جزء اسمه دي اي وضربته في البي هيديني دي فاي. طب لو عايز الفاي كلها نعمل ايه؟ ايوه، نعمل تكامل. تكامل، يبقى انا لو عملت تكامل، تكامل من فين لفين؟ من اول الحلقة لاخرها. طب خلي بالك كده يا دكتور، يبقى ده المبدأ اللي احنا هنشتغل عليه، ان انا عشان اجيب فاي تدفق داخل الحلقة هيساوي تكامل البي ضرب الدي اي، هيساوي البي اللي هي قيمتها ميو نود في اي على 2 باي ار مضروبة في الدي اي. الار دي متغيرة، الار اللي هي البعد عن السلك، الار اللي هي المسافة دي او المسافة دي او المسافة دي، يبقى الار عندي بتتغير. لو اتغيرت الار بتتغير البي. طيب هي مساحة الجزء ده بيساوي ايه؟ هتقول الطول في العرض، صح؟ المساحة الطول في العرض، العرض هنا ثابت 5 متر، الطول ده اللي هي الحتة دي، ده جزء صغير اسمه دي ال او دي اكس او دي ار. يعني معنى كده حضرتك انا ممكن اشيل الدي اي واحط بدلها 5 متر مضروبة في الدي ار تاني،
الحتة الصغيرة اللي بين السهمين اللي انا عاملهم دي اسمها دي ار. لو ضربتها في ال5 متر هنا ديت هجيب الايه المساحة بتاعت هذا الجزء. نطلع الثوابت بره التكامل. بس هتقول استنى يا مستر، هو التكامل من اول فين لفين؟ التكامل من فين لفين؟ ما انا اتفقت، انا خدت معاك جزء عشوائي، مساحة عشوائية كده. العرض اللي هو 5 ده ثابت، والطول ده اللي هو بيتغير. يبقى انا هكمل من اول النقطة دي لغاية النقطة دي. النقطة دي اللي هي احدثيتها 1 لغاية النقطة دي اللي هي احدثيتها 8. نطلع الثوابت بره مع بعض، يبقى الفاي بتساوي الميو نود في اي، وادي الخمسة قسمة 2 باي. الار دي بتتغير، يبقى 1 على r دي ار من 1 لـ8. على فكرة تكامل 1 على r دي ار بيساوي لين ار، يعني الكلام ده كده بيساوي لين ار. اوكي، ولا اكتبها لك في سطر تحتي عشان لو حبيت ايه تربط مع بعض. 1 على r دي ار يبقى هيساوي معايا 5 ميو نود مضروبة في الاي على 2 باي في لين ار من كام لكام؟ من 1 لـ8. بالمناسبة لين ار من 1 لـ8 ادي 5 ميو نود اي على 2 باي مضروبة في لين. هنشيل الار ونعوض بـ8 مرة، ناقص لين 1، يعني كأنها لين 8 على 1، يعني لين 8. يلا نعوض بالقيم اللي احنا عارفينها. 5 ضرب ميو نود 4 باي في 10 أس سالب 7. اي دي انا معرفش قصتها ايه، اركنها على جنب دلوقتي شوية كده. قسمة 2 باي، وهذا المقدار كله مضروب في لين 8. الاي عندي اهي، يبقى لين 8، والاي لسه زي ما هي، هنضرب في الاي. ده لو عملته بالآلة الحاسبة بتاعتك هيطلع لك ان الفاي بتساوي 2.08 ضرب 10 أس سالب 6 اي وبر. انا كده جبت مين يا شباب؟ جبت التدفق داخل هذا المستطيل، خدت مستطيل عشوائي وكملت عليه. هتقول لي ما عوضتش بالاي ليه؟ هقول لك عشان الاي ده فيه متغير تي بيتغير بتغير الزمن، هنضيعه في المشتق، هنعمله في المشتق ازاي؟ هقول لك، مش انت عارف ان الدلتا في انديوزد يساوي سالب دي فاي على دي تي؟ هتقولي طبعا عارف، سالب اهي دي على دي تي. هشيل الفاي وعوض بقيمتها اللي انا طلعتها، 2.08 ضرب 10 أس سالب 6 مضروبة في مين؟ في الاي. طب الاي اللي هي بكام؟ اي بـ2 أمبير زائد 0.3 تي. 2 زائد 0.3 تي، تمام. طيب اكيد تعرف تعمل توزيع، يعني تضرب المقدار دوت لما نيجي نشتقه هيبقى بهذا الشكل، هيساوي سالب دي على الدي تي مضروب هنا في ايه؟ 2 ضرب الكلام ده، يعني 2 ضرب 2.08 في 10 أس سالب 6 زائد 0.3 ضرب 2.08 في 10 أس سالب 6 تي. الجزء الأولاني دوت مشتقته بصفر،
الجزء التاني ده مشتقته هنا تي اس واحد، هنضرب الواحد هنا وتي تختفي، يبقى انت كده حليت المسألة خلاص. يبقى الدلتا في انديوز يساوي سالب 0.3 ضرب 2.08 في 10 أس سالب 6. التي خلاص اشتقيناها اختفت خالص، ده تعمله بالآلة الحاسبة يطلع معاك 6.24 ضرب 10 أس سالب 7 فولت، والإشارة السالبة اهي. وممكن تقول له الإشارة السالبة ديت ايه؟ الإشارة السالبة طبقا لقاعدة لينز او تقول له ان هذا فرق الجهد، فرق الجهد ماله يا سيدي؟ بيعاكس التغير في التدفق المغناطيسي. هذا والله اعلى واعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.